نرجع مع حضراتكم لمسألة مهمة جدا. في ناس بتقع في المحظور أو بتكون في بعض الأحيان ضحية للجهل بمعلومة ممكن تتسبب في وقوعها في مشكلة كبيرة جدا، من ضمنها إنك وإنت مسافر بره مصر تكون مثلا ما تعرفش الأنواع الأدوية اللي إنت ممكن تاخدها معاك أو تجيبها معاك وإنت راجع، وفي بعض أنواعها لحظة ضبطها في مثلا حيازة شخص مثلا معين وهو راجع بيكون ما يعرفش انه الأدوية دي مثلا بتحتوي على المخدرات، ممنوع انها تكون معاك. عشان كده وزارة الهجرة بتعاون مع نقابة الصيادلة بدرت في انها تعمل قائمة كاملة بمجموعة من الأدوية اللي محظور على المواطن المصري المسافر الى مثلا الخليج حملها عشان ما يقعش تحت طائلة القانون، وبيتم توقيع طبعا أشد العقوبات عليه واللي بتوصل في بعض الدول للإعدام. الأدوية دي في بعض الدول بتندرج تحت مسمى تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو يعني جلب مادة مخدرة، وده طبقا لقانون بعض الدول أو نظام مكافحة المخدرات اللي بيدرج بعض الأدوية في قائمة المخدرات أو المؤثرات العقلية. بالفعل نقابة صيادلة يعني وافقت على طلب السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج بقائمة من أسماء الأدوية دي وتركيبتها حرصا على المصريين في الخارج وتحذيرهم من حمل أي أدوية مدرجة في جدول المخدرات أو مواد مخدرة لما بيسافروا لأي دولة عربية وتحديدا دول الخليج، وده نتيجة لأنه كثير من المصريين بيقع في هذه المشكلة من غير ما يبقى عارف. سفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج طلبت المصريين الراغبين في السفر لدول الخليج العربي ان هم ياخدوا بالهم ما ياخدوش اي عقاقير مجدولة او محظورة وهم مسافرين عشان ما يقعوش تحت طائلة قانون هذه الدول اللي هم مسافرين ليها، وساعتها هيبقوا تحت تهمة جلب مواد مخدرة. وعشان كده هي بتنبه على ده لانه في قضايا الناس بتقع فيها بدون علم. دلوقتي هسيب حضراتكم مع قائمة بالأسماء أو عدد الأدوية المحظور السفر بها إلى الخارج، يعني تاخدها من مصر لخارج مصر، وبعدها هرجع لحضراتكم مرة تانية.